سعيد أن أتواجد في هذا اللقاء وكنشكر الفيدرالية اللي انضمته. وهذا اللقاء أنا كان أظن أولا هو مناسبة باش يعني نجتمعوا كرؤساء جهات وممثلين الجهات في حلة جديدة. هذا أول لقاء بعد اللقاء اللي انضمته لجمعية الجهات بالمغرب اللي كان لقاء يعني قانوني. ثانيا غادي تكون مناسبة أننا نتبادلوا بعض التجارب وبعض الأفكار. ثالثا أن مبادرة لتحسين المردودية للتفاعل والشراكة بين الفاعلين الجهويين وبين المؤسسة الصحفية بين يعني البوفوار رقم 4 السلطة الرابعة بالبداية. وإذا خرجنا بواحد يعني وجهة نظر أو بطريقة تعامل بين الصحافة ومجالس الجهة علما يعني أن غالبية المغاربة لا يعرفون ماذا تقوم به الجهات. فهذه غادي تكون مناسبة أننا يعني نتفقوا على طريقة العمل أولا للتعريف بدور الجهات. ثانيا باش تكون واحد يعني التعريف بالعمل التي تقوم به الجهات. وثالثا أن الجهات كذلك يستوعبوا ما رد الفعل ديال المواطنين لأن إذا تم الإخبار ديال المواطن بكيفية يعني موضوعية وبكيفية شفافة غيكون رد الفعل ديالو حتى هو مفيد وغادي ينفع العمل اللي كيقوم به يعني مجالس الجهات. وغادي تكون الدور ديال الصحافة كإخبار وكذلك كمراقبة للعمل ديال المجالس الجهوية يكون دور فعال ودور إيجابي ودور فيه واحد القيمة مضافة اللي غتجعل هذه التجربة ديال الجهوية تنجح أكثر. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.